d'entendre, là, d'entendre. جماعة الترابية ديال الدخلة بشرف بإشراف السيد الرئيس قامت بإنجاز مركز القرب لتطهير العربات. الهدف ديالو هو تقليل احتمال دخول فيروس كورونا المتسبب في الجائحة الحالية. وعملية ديال التطهير كتدار من داخل العربات ومن خارجها، وعندها هدف كذلك أنه كتقوم بتوعية الساكنة والناس بأهمية هذه الجائحة وبضرورة اتباع الإرشادات والتوصيات ديال السلطات الوطنية خصوصا وزارة الصحة. بموازاة مع هذه العملية دي الجامعة كتقوم منذ 15 مارس الفائت بعملية تطهير واسعة النطاق كتشمل جميع أزقة المدينة وواجهاتها، زيادة إلى الإدارات العمومية اللي كيتوافدوا عليها الساكنة، وزيادة كذلك على وسائل النقل اللي كتتم بشكل يومي كالتاكسيات كالحافلات كالمساحات ديال المطار لاكار روتيير يعني المحطه الطرقيه الى اخره. هذا بدون ذكر انه عمليه تحسيس كتقام حتى هي باش نحثوا المواطنين ياخذوا الاحترازات الضروريه باش يحميوا ريوسهم ويحميوا الناس الثانيين ويحميوا حتى المواد الغذائيه اللي يمكن يستهلكها المواطن. العمليه اللي كنقوموا بها اليوم منذ البارحه كيتعلق بإرساء مركز القرب لتطهير العربات، تطهير العربات من الداخل ومن الخارج في إطار حماية المدينة من تفشي هذا الوباء ومن الوصول أي وباء إلى المدينة، في إطار حماية وصيانة محيط المدينة، في إطار أيضا صيانة وطمأنة الساكنة على أن مجهوداتنا التي نقوم بها على مستوى الشوارع والأزقة والمحلات بشكل يومي سنضيف إليها تحصيل المدينة من المدخل الرئيسي لها، وهذا بطبيعة الحال في واحد المجهود كبير على أساس أنه نضيفه إلى عمليات التوعية والتحسيس. وعندنا مركز قرب آخر مرتبط بسيارات الأجرة، مرتبط بسيارات الإسعاف وأيضا بسيارات المصالح سواء بالنسبة للشرطة أو الدرك أو الوقاية المدنية أو الجمارك أو غيرها من السيارات ديال المصلحة اللي كتشتغل طبعا في تحصين هذه المدينة وأيضا من الناحية الأمنية. إذا هذا الأمر هذا جوج المراكز أساسية ومهمة، واحد وسط المدينة وواحد خارج المدينة. الهدف منها بطبيعة الحال هو حماية هذه المدينة من دخول هذا الوباء خاصة من أقاليم أخرى. فكل الشكر لكل أطر وموظفي الجماعة الترابية الداخلة سواء المكتب الصحي البلدي أو غيرها من المصالح المجندة ليل نهار من أجل إنجاح برنامج التدخل الميداني لحماية المدينة ومحيطها من فيروس كورونا كوفيد 19. هذا المجهود اللي تقوم به الجماعة الترابية الداخلة ما يمكنش يكتمل مطلقا إلا إلى ساكنة جندات معنا كاملين في الالتزام بكل الإجراءات اللي كتصدرها وزارة الداخلية أو المصالح الأمنية أو وزارة الصحة. إلى حدود يومه الحمد لله على مستوى مختلف الأحياء هناك التزام بكل التعليمات. نتمنى تستمر هذه اليقظة وهذا الحرص من أجل أن نربح الرهان إن شاء الله مدينة بدون فيروس إن شاء الله ديال كورونا. وهذه دعوة أيضا لوسائل الإعلام الإلكترونية السمعية البصرية المسموعة والمقروءة للعمل على تعبئة الساكنة وأيضا لتعبئة كل الجهود من أجل إنجاح برنامج تدخل الميداني في إطار التوعية وفي إطار نشر المعلومة الصحيحة وفي إطار نشر وإعطاء المواطن كل التدابير السليمة والصحيحة وتجنب المغالطات والإشاعات التي لن تفيد في شيء، بل ينبغي أن يقوم العمل على النصح وعلى الإرشاد السليم من أجل طمأنة الساكنة وأيضا من أجل أخذ كل الحيطة والحذر للنجاة من هذا الوباء الذي اجتاح العالم.